من أكثر أسباب المراجعة في عيادات الروماتيزم وهو آلام الظهر. وآلام الظهر لها أسباب عديدة، قد تكون أسباب ميكانيكية نتيجة للجهد على العمود الفقري، أو مشاكل عصبية نتيجة إصابات العمود الفقري أو انزلاقات غضروفية أو ديسكات. ولكن أهم الأشياء اللي إحنا نتابعها في عيادة الروماتيزم هو الآلام الالتهابية اللي تكون عند الناس في فئة عمرية معينة أقل من 40 سنة لفترة زمنية 3 شهور وأكثر، تكون في أسفل الظهر وتنتقل من الناحية اليمين إلى الناحية اليسار وتنزل على المقعدة، تكون أسوأها في الصباح الباكر وتكون مصاحبة لأمراض عديدة منها التهاب القزحية، التهاب الصدفية والقولون التقرحي. أي أحد عنده آلام ظهر نفضل أن نشوفه في عيادة الروماتيزم للتشخيص والعلاج.